أهلا ومرحبا بكم مشاهدي بلقيس إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. انتهجت ميليشيا الحوثي سياسة الاختطافات والاعتقالات بحق معارضيها لتكميم الأفواه التي تقف في وجه مشروعها منذ انقلابها على مؤسسات الدولة. عشرات الآلاف من المختطفين في سجونها المتوزعة على المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ مارس 2014، ومع الأحداث الراهنة في العاصمة صنعاء زاد عدد المختطفين، إذ عملت ميليشيا الحوثي على اعتقال الكثير من أعضاء المؤتمر الشعبي العام بعدما حدث بينهما. أسبوع مر على هذا الخلاف وأعداد المختطفين في تزايد حسب تصريحات المنظمات الإنسانية. في حلقتنا لهذا الأسبوع نناقش مصير الآلاف من المختطفين في سجون الميليشيا منذ 3 سنوات، بالإضافة إلى مصير أنصار صالح وقيادات حزبه الذين تلاحقهم ميليشيا الحوثي. قبل البدء باستقبال اتصالاتكم نذهب لمشاهدة التقرير التالي حول موضوع الحلقة والذي أعده الزميل عمر النهمي. صنعاء، هذه العاصمة التي سماها الأحباش صنعاء لكونها مدينة عصية على المعتدين، ها هي اليوم تتحول إلى سجن كبير للمرة الثانية. كانت المرة الأولى في مارس 2014 عند اقتحام ميليشيا الحوثي لمؤسسات الدولة بتعاون من حليفي أنذاك صالح، حيث عملت الميليشيا الانقلابية على مطاردة كل من يخالفها ويعارض أفكارها والزج به في السجن أو تضطره للنزوح خارج البلاد. وفقا للمعلومات فقد تجاوز عدد المختطفين والمعتقلين على أيدي عناصر الميليشيا الانقلابية 10,000 مدني خلال 3 سنوات اتخذت من بعضهم دروعا بشرية، واتخذت من البعض ورقة مقايضة لتبادل بهم أسراها لدى المقاومة والجيش الوطني، ولا يزال مصير أغلب المحتجزين لدى الميليشيا مجهولا حتى اللحظة. أما المرة الثانية التي تحولت فيها صنعاء إلى سجن كبير فقد حدثت بعد تفكك تحالفي طرفي الانقلاب قبل أيام، حيث انقلبت ميليشيا الحوثي على حليفها الذي عمل على تسهيل دخولها إلى صنعاء في مارس 2014 وتسليمها المعسكرات والألوية ومؤسسات الدولة. في 4 ديسمبر أقدمت الميليشيا الانقلابية على قتل حليفها صالح وملاحقة أنصاره والتنكيل بهم وإغلاق القنوات والصحف والمنابر الإعلامية التابعة لحزبه، حيث وصل عدد القتلى من قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام إلى 1,000 شخص خلال أسبوع فقط حسب إفادة سفير اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني. إذن أصبحت صنعاء رهينة قبضة ميليشاوية غليظة تشبه قبضة الحرس الثوري الإيراني، قبضة كانت بداياتها في مارس 2014 ويبدو أن نهاياتها ليست في ديسمبر 2017. أذكر بإمكانية التواصل والمشاركة معنا بشكل مباشر من خلال أرقام الهاتف الظاهرة في الشاشة، وأيضا من خلال التعليق في صفحتنا على الفيسبوك وقراءة وتفاعل مع ما ستنشرونه. لدينا اتصال من المملكة العربية السعودية، الأخ محمد. أهلا بك محمد. مرحبا سيد سامي. محمد، كيف تنظر لما شهدته العاصمة صنعاء وما يحدث فيها الآن؟ ما رأيك فيما يحدث؟ والله يا سيدي، ما يحدث في صنعاء الآن هو نتائج طبيعي لتحالف قوى انقلابية على الشعب، لكن الذي يهم الآن هو مصير المعتقلين. صنعاء بصورة عامة أو المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي أصبحت عبارة عن معتقل كبير. المعتقلين مؤخرا من أنصار الرئيس السابق سيلاقون مصير السابقين من المعتقلين. الحوثي لا يتعامل مع أي معتقل إلا على باب المقايضة أو ما مصلحته من هذا المعتقل، ولن يبقي على أي معتقل ما لم يكن سيحقق له أي مكسب، سواء في مبادلة أسرى أو نحوه. أصبحوا يختطفوا الصحفيين والكتاب من منازلهم ويقاضون بهم أسرى في الجبهات. نحن أمام جماعة فاشية ميليشاوية سلالية لا 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 تعبر حقوق الإنسان، لا تعطي أدنى اهتمام للإنسان ولا لحقوقه أبداً. في البيضاء اختطفوا 4 مشايخ من منازلهم من قبيلة آل عمر، اختطفهم من منازلهم ثم أعدموهم رمياً بالرصاص وألقوا جثثهم في أحد الشعاب الخالية. هؤلاء جماعة لا ينتموا إلى العصر هذا أبداً أبداً أبداً. طيب، ما تحدث به بناء على معلومات لديك؟ أكيد شيء طبيعي يا سيدي.
كثير من المعتقل من اي معتقل، هات لي معتقل خرج من سجون الحوثي بحاله طيبه او بحاله سليمه، اما ان يخرج مشلول او مريض مرض مستعصي او يعذبونه حتى الموت. طيب محمد، باعتقادك لماذا يلجأوا الى هذه الاساليب؟ الجماعه الفاشيه هذه التي سيطرت على الدوله في 21 سبتمبر النكبه، سيطرت على مفاصل الدوله، لا تزال تتعامل بفكر الميليشيا. الان المعتقلين، اغلب المعتقلين لا يعرف اهلهم اين هم، لا يستطيعون حتى ان يتواصلوا معهم. المعتقلين الذين في المعتقلات لا يتلقون ادنى اهتمام وادنى رعايه طبيه او صحيه او حتى حياه ابسط مقومات الحياه الكريمه. هات لي معتقل واحد من الذين خرجوا من سجون الحوثي قال انه لاقى معامله طيبه. هم ينظروا الى المعتقل على مبدا الربح والخساره. اذا كان المعتقل يشكل لهم ربح او سيمنحهم اي مكسب مستقبلا سيبقون عليه في اسوء الظروف، اما اذا كان لا يشكل لهم اي مكسب سيحاولون ان يحصلوا منه على اي معلومات ثم يعذبونه حتى الموت او يخرجونه بعد ان اصبح مستعصي واصبح عبء عليهم. طيب محمد، ما رايك ايضا في دور المنظمات الانسانيه العامله في مجال حقوق الانسان وكيف تتابع موقفها مما يحدث في صنعاء؟ والله يا سيدي، يعني المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، هناك شيء مهم يجب أن يتنبه له اليمنيين العامة. المنظمات الدولية العاملة في اليمن نخرها السلاليون مسبقا. السلاليون لديهم عمل مرتب ومسبق، هم يسيطرون على أغلب هذه المنظمات. لا نجد تفاعل لأي منظمة من المنظمات الدولية التي تعني بحقوق الإنسان، لا نجد لها أي تعاون في هذا الجانب. علي عبد الله صالح الذي قتله حلفاءه بالأمس، ماذا لو أن الرجل يعني لقى مصيره بقصف للتحالف أو باستهداف من قبل قوات الشرعية ونحن في حالة حرب؟ لن تصمت هذه المنظمات وأصبح قضية كبرى، لكن يتعاملون مع الأمر ببرود تام. المهم أننا نقف أمام جماعة لا تنتمي إلى هذا العصر أبداً. المنظمات الدولية يسيطر عليها السلاليون، الآن أصبحوا أعلنوا قبل يومين أن المنظمات الدولية بدأت تغادر صنعاء حتى لا يلفت الناس نظر إلى التصفيات التي تحصل والمداهمات والانتهاكات والجرائم التي تحصل بحق الأسرى والمعتقلين حاليا في صنعاء. تفسيرك يعني هذا تفسير ربما لم يلتفت إليه الكثير. أشكرك جزيلا محمد. لدينا اتصال آخر. سارة، أهلا سارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أرحب فيك سامي وأرحب بكل المشاهدين. لو نتكلم عن الحاصل في صنعاء، الكل يعرف أستاذ سامي أني وأنت وكل المشاهدين ما الذي تريده الميليشيات. جماعة غجرية لا تؤمن بغير السلاح، يعني بالله عليك بنآمن بإيش بتؤمن؟ يعني جماعة غجرية لا متعلمة تؤمن بالقات بالشمة، نكون كده صريحين كشعب يمني. المشكلة أنه لا يوجد أمام حزب المؤتمر، لأن الجماعة الميليشيات الآن قام اختطاف، يعني إيش بيكون أمام حزب المؤتمر؟ يعني يا يسكت يا يكون مع الميليشيات، يعني على التحالف أو بمعنى أصح عن قيادات الشرعية أن ترسل رسائل يعني معنوية أو بمعنى صح تطمن قيادات حزب المؤتمر أنها لصفه. قبل ما تقوم هذه الخطوة تفعلها الحوثيين، وهنا بنكون ضمننا خطوة لصالحنا. أنت معي يا أستاذ سامي؟ معك. الآن التعويل على من؟ هل على الحكومة، على التحالف، على المنظمات الدولية لإنقاذ المختطفين والمعتقلين وكل من هم في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا؟ أستاذ سامي لو تقصد إحنا كشعب يمني أخذنا الأمل في التحالف فخذلنا، أخذنا الأمل في علي عبد الله صالح فخذلنا قتل، علينا أن نأخذ الأمل بالله عز وجل كبداية. التعويل على كل وسائل الإعلام، الإعلام صوت الحق الوصول للهدف المطلوب، يعني نوصل رسالة أن الجماعة هذه ميليشيات مسلحة لا تؤمن. طيب الإعلام الآن وسائل التواصل الاجتماعي خاضعة لسيطرتهم اليوم. نعم. قاموا بحجب كل وسائل التواصل الاجتماعي. في أي سياق يمكن فهم هذه الخطوة؟ لماذا تقدم الميليشيا على هذه الخطوة برأيك؟
أستاذ سامي، نعم، وقناة اليمن اليوم حاليا قيادة المؤتمر اللي بالخارج لم تحرك ساكنا، يقول أن هناك بدء جديد لكن لم يطلع عند جميع القناة بجميع المحافظات، وهي القناة الوحيدة التي ترسل تبث معنويات لقيادة المؤتمر. يعني كيف بيطمن حزب المؤتمر؟ أصبح الآن حزب المؤتمر ضئيل. بعد للأمانة نكون صريحين، آمنوا بحزب المؤتمر، حبوا المؤتمر لشخص علي عبد الله صالح، ما حبوش كحزب. الآن انهار للأمانة بكل صراحة، نتمنى أن يرجع. طيب بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، برأيك لماذا تم حجبها من قبل ميليشيا؟ هو نكون صريحين، تم حجبها لأنه عارف يعني بتكون خطوة ضد الحوثي، يعني ذلك تم حجبها على الشعب اليمني. أشكرك جزيلا سارة، من وجهة نظري. العفو. شكرا سارة. طيب اتصال آخر. طيب يمكن أن نذهب لاستعراض بعض المشاركات التي وصلتنا أيضا حول هذا الموضوع من خلال واتساب، نتابع. الأخيرة المؤسفة التي تمت في صنعاء، طبعا احنا من أحداث مؤسفة من 2014، ولكن الجماعة كشرت عن النيابة، لم نجد أي جماعة لو قارناها بأي، لم نقارنها بالدول، لأن ليست الدول هي بالأخير ميليشيا. لو قارناها مثلا في القاعدة، في عشرة جماعة في تنظيم القاعدة، سنرى ربما القاعدة تحترم حلفائها وأتباعها لديها حلفاء. هذه جماعة تقوم بتصفيات عرقية، صفة علي صالح بطريقة بشعة، برغم أنه وفر لها كل الغطاء السياسي والعسكري وسلمها المعسكر وسلمها كل شيء. لن تستطيع أن تعيش هذه الجماعة مع شخص معارض لها إطلاقا أو ليس من جماعتها. ربما في المراحل القادمة سنلاحظ، إذا طالت طبعا لا أتمنى ذلك، ربما سنلاحظ تصفيات من داخلها لحصر الولاية في جماعة ضيقة من الأسرة الداخلية. بالتأكيد سيتم هذا، يعني اعتقال صحفيين، بالمطاردة نساء في يطالبنا بالجثة، ولا يطالبنا بإسقاط الحين على الأقل، يعني تم مطاردتهن بالرصاص الحي. هذه جماعة وسخة، يعني لم نرى في التاريخ اليمني مثلها. طبعا مصير القيادات الصبيحي محمد قحطان مصير غامض، يعني كنا نعتقد أن نظام صالح لديه يد، لكن تبين أنه في السنة الأخيرة على الأقل لم يكن لديه يد إطلاقا في اعتقالهم أو في تعذيبهم. هذه الجماعة بالتأكيد سترحل، يعني مدحورة، يعني أفعالها هي من ستدمرها، يعني لم نرى في أخلاق اليمنيين مثل ذلك. لا نعرف أي مصير. هناك أخبار عن تصفيات قيادات مؤتمرية ما يزيد فوق 1000 إعدامات ميدانية. هذه جماعة كانت تنتظر اللحظة فقط، ولم تكن تعتقد أن نظام صالح أنه حليف لها. يعني استفادت، امتصت كل ما لدى المؤتمر ثم أجهزت عليه، واستجهز على أتباعها إذا تبقى لها أصلا حلفاء. لدينا اتصال للناشط احمد شوقي من تعز. اهلا بك استاذ احمد. اهلا وسهلا اخي سامي. احمد، ما رايك فيما يحدث في صنعاء؟ المخاوف مما يحدث، واي مستقبل ينتظر صنعاء، وتحديدا فيما يخص حريه التعبير على الاقل ربما، وحياه حق الناس في العيش. نعم اخي الكريم، هو نموذج صنعاء نموذج مركز لما نعيشه الان في اليمن. يبدو أننا سندخل في مرحلة استرداد مضاعف ومرحلة عنف جديدة. صنعاء الآن مدينة الظلام فعلا وقولا، يعني لا يسمح بأي مظاهر من مظاهر حرية التعبير، حرية الرأي، المطالبة بالإنصاف، المطالبة بحقوق المعتقلين والجرحى في المستشفيات. هناك حملة اغتيالات وإعدامات ميدانية كبيرة كما شاهد، يعني سمعنا خلال اليومين الماضيين، وعلى لسان الحكومة الشرعية نفسها. الآن أخي الإجراءات الأمنية على مستوى المحافظات بدأت تتشدد، هناك تفتيش لهواتف النساء، وهناك أيضا تفتيش طبعا كالمعتاد لهواتف الرجال، هناك اعتقالات تعسفية، وهناك تحقيق مع أشخاص لكونهم من مناطق معينة. اليوم أنا استمعت إلى شهادات من بعض أقاربي تم استجوابهم لأنهم قادمون فقط من داخل مدينة تعز. بظل هذا الجو وهذا الاحتقان، ومع غياب أي فعل مدني، أي فعل حقوقي، أي فعل إنساني، أي صوت لا نقول حتى معارض، ولكن داخل بنية هذه المؤسسة أو الجماعة القمعية الكهنوتية،
لا يوجد حتى من يعني يطرح رأيا لتعديل هذا السلوك، ولا أحد يجرؤ على تطريح على طرح رأي لتعديل سلوك هذه الجماعة. بالإضافة إلى ذلك الآن هناك حظر شبه حظر تام، مش شبه تام، لوسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك حظر وكسر لبرامج كسر الحجب. إذا نحن الآن في مرحلة طيب تفسيرك أنت أحمد الآن لإقدامهم على هذه الخطوة فيما يخص حجب مواقع التواصل الاجتماعي، مع أنه برامج كسر الحظر، برامج الفي بي ان، يعني ممكن من خلالها أن تعمل هذه المواقع. حتى أنت الآن تشير إلى نقطة أنه هذه البرامج أيضا لا تقوم، لا يعني لا تستطيع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أن تعمل. نعم، الآن أخي الكريم، هو هناك تكنيكات عديدة كما نعلم. نحن نواجه لوبي، نواجه لوبي أشبه باللوبي الصهيوني، هذا العصابة، عصابة الجماعة الحوثية الهاشمية السياسية من وراءها كحاضن للعنصرية السلالية على مدى تاريخ اليمن الشمالي خلال 1000 سنة. هذه الآن موجودة ككوادر، موجودين كمهندسين، موجودين يعني أعضاء هي مرموقين في منظمات خارجية، موجودين في كل المؤسسات النافذة، وحتى خلال فترة الجمهورية يعني من 62 وحتى اليوم أيضا تغلغلوا بشكل كبير جدا في الداخل والخارج. الآن القصة أن هناك جانب تقني يبدو أنهم يعملوا عليه، وهو المحاولة إيجاد مثلا برامج أو طرق أو يعني آليات لكسر برامج كسر الحظر، يعني لإيقاف برامج كسر الحظر. هناك إضعاف لخدمة الإنترنت إلى أقصى الحدود الممكنة، بحيث أنه لا تستطيع أنت خدمة الإنترنت نفسها لا تسعفك حتى أن تتحرك في موقع عادي، فضلا عن أنك تستخدم برنامج كسر الحظر الذي أيضا يعمل على إبطاء الخدمة الإلكترونية. لكن عن موضوع التفسير لماذا كل هذه السلوكيات الغبية، الجماعة الحوثي ليست غبية بهذا الشكل، ولكن هي تعمل على تعويد المجتمع على قمعها. هناك عملية إرهاب للمجتمع، تخويف للمجتمع، اضطهاد للمجتمع، بحيث أنه العملية ليست غبية، وليس لأنه اليوم الثاني بيبكروا يعملوا ثورة، لا، هناك عملية تعويد للمجتمع على هذه العملية، هناك عملية تكرار للنموذج الإيراني. في إيران يا أخي العزيز، القانون الإيراني الأمني يمنع أن تكون سرعة الإنترنت أكثر من 126 كيلو بايت. تخيل أنت الآن سرعة الإنترنت يعني إلى 20 جيجا في الدقيقة أو كذا. في إيران هناك قانون الإنترنت، قانون إيران الأمني للحفاظ على أمن النظام وأمن الدولة، يمنع أن تكون خدمة الإنترنت تتجاوز 126 كيلو بايت في الثانية. فأقصد لك أنه نحن الآن يعني يتم استنساخ النموذج لدينا، يتم تعويد الشعب على قبول هذا القمع. لكن يا أحمد، مع هذا التطور اسمح لي، يعني يثبت بالدليل القاطع فشل للحكومة الشرعية. الآن الحكومة تتحدث عن سيطرتها على 85% من أراضي اليمن، وهي لم تستطع نقل سيرفرات الإنترنت والاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد سنتين من تحرير العاصمة المؤقتة. الفشل لا يخص الحكومة الشرعية وحدها، يخص التحالف العربي، يخص المنظومة العربية، يخص كل الفئات الفاعلة وكل من يعتقد نفسه أنه يقف في المعسكر المضاد للاستبداد والجماعات الكهنوتية داخل اليمن أو في خارج اليمن أو في أي مكان. فاشلين صحيح. الأخوة في الحكومة الشرعية لا يقدرون ولا يشعرون بمدى كارثية هذه الجماعة على البلد، لأنه المشكلة أن هذه الإجراءات فيما يخص الاتصالات ووسائل التواصل هي أيضا تشمل مناطق المحررة، يعني لأنه السنترالات وسيرفرات الاتصالات ما زالت موجودة في صنعاء. نعم، هو حتى يعني يعمل على تقييد، ليس فقط نتكلم عن مسألة حرية الرأي والتعبير، حتى المؤسسات، البنوك، الشركات، المحلات الصرافة، كل هذه المؤسسات تتأثر بمسألة إيقاف خدمة الإنترنت أو عرقلتها أو تأخيرها. ونحن في تعز هنا عانينا بشكل خاص، يعني تحديدا نحن خلال فترة 2015-2016 عانينا من قطع الإنترنت لأيام ولأسابيع ولفترات يعني مختلفة، حتى على مستوى الموبايلات يعني الشركات الخاصة. لكن أنا أقصد بما يخص بشكل عام، لكن هناك وجهة نظر يا أحمد تقول لماذا صمت الحكومة. الحكومة الشرعية لا تتعامل بقدر المشكلة ولا قدر المشروع الذي يشتغل عليها جماعة عبد الملك الحوثي ومن خلفه إيران. هذا مشروع خطير جدا 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 جدا، أخطر من المشروع الإسرائيلي. يا أخواني، رجل قومي، رجل عندي مشكلة مع إسرائيل، مشكلة وجودية مع إسرائيل، لكن هؤلاء الناس يشتغلوا بشكل قذر جدا. يعني إنك أنت الآن تحول المجتمع إلى حالة قطيعية، وهناك ليس هذا مستحيلا. لا أعتقد أن الشعوب يعني سائرة ولن تكون مستعبدة ولن تكون، هذا كلام إنشاء. في الحقيقة هناك إمكانية لاستعباد الشعوب، وهناك إمكانية لتحويل هذه المجتمعات إلى مجتمعات مريضة نفسيا، مجتمعات مزلوقية،
المجتمع تدمر نفسيا وعقليا وابدانيا. شوف يا اخي اوكرانيا، شوف الشعوب التي كانت تسيطر على هذا الاتحاد السوفيتي، الى اليوم هذه المجتمعات تعاني من فساد وتعاني من انتهاكيه مريعه جدا، تعاني من بيع الشرف، يعني في فئات اجتماعيه تعاني بهذا الشكل بسبب الارث الشيوعي الذي الان يعني نحن الان مر عليه منذ انتهاء 30 سنه ومر على الاضطهاد المريع ما يقرب من 70 او 80 سنه. لكن ظلت الاشكاليه يعني داخل المجتمع، المرض الاجتماعي هذا، اصابه المجتمع بهذه الروح العابده الخازيه يعني المدمره الوضيعه احيانا الانتهازيه، انك تدمر المجتمع بهذا الشكل هذا وارد جدا. ولذلك الاخوه في التحالف العربي والاخوه في الحكومه الشرعيه لا يدركون حجم هذه المصيبه التي نحن نعيشها اذا استمر الحال فقط لمده عام واحد في كارثه كبيره جدا. هذا اللوبي لوبي لوبي وصف ولوبي خطير ولوبي للاسف متغلغل في كافه يعني داخل اجهزه الدوله وكذلك في المنظمات الخارجيه وفي السفارات وفي حتى داخل مبنى الامم المتحده نفسه في نيويورك. هناك يعني من هذه الطبقه وهذه المجموعه هذه العصبويه التي تشتغل بشكل يعني مدمر للبلد ومدمر لنا كمواطنين ومدمر لمستقبلنا. نحن الان اخي يعني يعني 7 سنوات مستقبلنا ضائع، يعني لا تعليم لا عمل لا شيء، و3 سنوات هذه الان التي مضت مدمر بشكل اكبر بكثير وليس لنا امل في المستقبل. وفوق ذلك نحن محاصرون من قبل الجميع، محاصرون من قبل التحالف العربي، محاصرون من قبل جماعه الحوثي، محاصرون من قبل الحكومه الشرعيه، محاصرون من قبل الحراك الجنوبي، محاصرون. يعني الى اين يذهب الواحد في ظل هذا الوضع؟ والى متى سيستمر هذا الوضع؟ يعني نحن وصلنا لمرحله الاختناق، هؤلاء يذلون بالجوع والقمع والاضطهاد وكتم حريه التعبير ومنع الفعاليات السياسيه ويعني خداع الراي العام واذلالهم نظريه العصا والجزره، هذه من اجل تعويض الناس على انهم يكونوا مستعبدين. فاعتقد انه الان يعني يجب انه يكون هناك موقف. انا لا ادري من الذي يستطيع ان يطرح موقف الان حتى من القوى السياسيه او من قبل الحكومه الشرعيه او اي طرف اخر ممكن يطرح موقف يعني يستشعر مدى خطوره ما نعيشه الان ويضع حد لهذه الانتهاكات. الان مجلس الامن الدولي والولايات المتحده بالاضافه الى المتحده هناك حاله جهود وحاله تراكم اتجاه اليمن، يعني وكان البلد هذا لا يعني احد. اذا كان يعني انا اشعر الان بحرقه شديده، هذا البلد تقريبا لا يعني حكومته ولا يعني شعبه ولا يعني يعني كل الناس متخليين عن حقوقهم، متخليين عن انفسهم، متخليين والعالم ايضا متخلي عنا. وفي النهايه علينا ان نقول شكرا وعلينا ان يعني كل واحد يطلق رصاصه ولا يعطينا قيمه يعني بندق كلاشينكوف يجب علينا ان نشكره في النشرات وفي الخطابات وفي على ماذا يعني على انه القمع يزداد والجوع يزداد والافق مسدود الان التي انضموا. يا اخي نحن الان في مدينه تعز بسبب حاله الانشداد السياسي وبسبب حاله يعني الوضع الكارثي، نحن لا نستطيع ان نقف موقف ثائر نطالب باسقاط الشرعيه يعني بسبب فشلها في حقنا. فتلاقي انه الان مجموعه من الشباب كثير من الشباب المتعلمين بداوا يعني ينخرطوا يخرجوا يا اخي الى شوا والى البيضاء، ينخرطوا ضمن اطار القاعده يعني بسبب احباطهم الاحباط الشديد الذي يعيشه وحاله الكسل والكسل الذين يعيشوه. كان معنا الان علي عبد الله صالح حينما اعلن موقفه يعني ضد الحوثيين، كان هناك امل انه تكون يعني تجري كره ذلك تتحرك، ولكن هذا الامل قضي عليه في مهد. واخواننا ما زالوا يعني يصرحوا وينددوا شباب تتخرج 7 ألويات تخرج. انا لا اعرف لا لكن احمد بدات الان هناك عمليات عسكريه في الحديده وبعض التحركات، ربما لديهم تكتيكات واستراتيجيات يعني معينه ربما عسكريا. يا اخي موضوع الحديده هذا له علاقه بالكتاب يعني بانضمام كتيبتين من الحرس الجمهوري، وبالتالي هناك اكيد هناك معلومات اضافيه قدموها هذه الكتيبتين، هناك يعني معرفه بمعسكر الخط معسكر الحوثي، وبالتالي استطاعوا ان يحققوا هذا التقدم. لكن للامانه مستوى الجديه داخل اجهزه السلطه الشرعيه، نحن نعترف ونعرف ان السلطه الشرعيه ليس بيدها الكثير، لكن لا يصح أن يكون ليس بيدها الكثير، لا يصح أن تكون عاجزة هكذا ومتخلية عن مسؤوليتها أو أنه يعني إيش أفعل لكم أنا ما يعني إيش نسوي؟ لا، الحكومة هي مسؤولة عن الشعب من الألف للياء، مثلما الأب مسؤول عن أبنائه عن إطعامهم عن إعطائهم عن عمل المستحيل من أجلهم، وكذلك التحالف العربي الذي جالس الآن يدور معركة وقت معركة أنه إيش بيكون المستقبل؟ يا أخي حل الحاضر هذا والمستقبل له مشاكل وسنحل مشاكل المستقبل، لكن أن تعاقبنا بهذا الحاضر الذي لن تستطيع أنت ولا غيرك داخل المنطقة هذه أن يضع له حل وتعاقبنا تقول يعني نحن لو الآن انتصرنا على الحوثي أنتم إيش ممكن تعملوا؟ ممكن تعملون نظام إخواني ولا نظام علماني؟ يا أخي الإخوان إذا طلعوا نحن سنسقطهم وستكون مشاكلنا المستقبلية وسنواجهها. ليس هناك أي يعني ليس هناك أي داعي لهذا التأخير ولا هذا التطبيق. يعني يجب ان يستشعروا الخطأ على انفسهم. اخواننا في التحالف العربي يقدموا الان تقدموا خدمه لانفسهم في هذه الحرب، يقدموا جميله في حق انفسهم وحمايه لانفسهم قبل ان تكون حمايه لنا او خدمه لنا. ف
فان يتم يعني عرقلتنا وان يتم تقويعنا واضطهادنا وعرقلتنا بهذا الشكل واذلالنا بهذه الطريقه والسماح انه بليش الحكم في حياتنا وفي مستقبلنا وفي حريه راينا وفي نسائنا وفي اطفالنا يضربوهم ويجلدوهم ويلاحقوهم ويعدموهم يعني ايش الحساب هذا الذي نعيشه؟ يعني اشكرك احمد وانت لحد كبير اليوم ربما عبرت من خلال صوتك عن شريحه كبيره من المجتمع. اشكرك جزيلا احمد شوقي من تعز. لدينا اتصال الاخت امل يحيى من صنعاء. اهلا بك اخت امل. اهلا وسهلا فيك استاذي. مساء النور. يعني ما انك انت في صنعاء، لو تضعين امام الصوره الان في صنعاء، كيف هي الحياه؟ كيف هو الوضع داخل العاصمه صنعاء الان؟ طبعا الأستاذ أحمد ما شاء الله يمكن تكلم بكل اللي بيحصل. أيضا اليوم في انتهاكات جديدة لميليشيا الحوثي إلى جانب حجب النت، يعني تفتيش البيوت غرفة غرفة مكان مكان بحجة أنهم بيبحثوا عن قيادات في المؤتمر الشعبي العام مطلوبين، يعني تخويف العوائل، اقتحام للبيوت، تخويف الأطفال بشكل لا يوصف. يعني أيضا تخيل ميليشيات مسلحة تقتحم البيوت وتفتش كل مكان داخل البيت، أيضا تفتيش جوالات النساء، البنات الصغار، يعني الأطفال، يعني وصل بهم الحال إلى أنه تفتش تلفون مرأة، تفتش شنطة مرأة، يفتش دولاب النساء. هل في مناطق معينة يعني ما يحصل هذا الآن وما تتكلمين به أنت الآن، هل يحصل في مناطق معينة في بعض المنازل الآن؟ نعم نعم، اليوم يمكن على مستوى في حدة في شميلة، هذه الأشياء اللي في شارع الجزائر هذه حصلت اليوم من الصباح. أيضا في معهم نساء بتدخل بتعمل تفتيش إلى جانب الميليشيات حقهم المسلحة، النساء حقهم نفس الشيء حامل العصا الكهربائية، يعني معتقلين، يعني صعب واحد يتكلم عن الحاصل اليوم داخل البيوت والله، إلى جانب أيضا إغلاق النت. وبس كل قوم واقتحام البيوت بهذه الطريقة من الصباح، يعني ميليشيات مسلحة تدخل داخل البيت، تخويف للناس، إزعاج للناس، كل هذه الانتهاكات إلى جانب اليوم حجب النت في أغلب المحافظات. طبعا كل التعسفات اللي يقوموا بها دليل واضح على تغطية الجرائمهم إلى يفضحهم الناس، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك منع الشباب من الدعوة والتفاعل لمناهضتهم أو الخروج في مسيرات كما حدث أمس، لأنه كل المخاوف هذه دليل على هوان وضعف، بمعنى أنه يا إما تكون مع الحوثي ما لم فأنت ضده، ممكن أنه يقتل أي شخص، ممكن يصفى أي شخص، ممكن يموت أي شخص، لأنه ليش لم يعطي ولاءه للسيد أو الميليشيا الحوثي. طيب أنت شاركتي، كنت إحدى المشاركات في مسيرة أمس وهي كانت ربما محصورة على النساء فقط، يعني اليوم مثلا بعد هذه التطورات هل ما زالت هناك إمكانية للخروج للتظاهر لعمل وقفات احتجاجية أم ربما الرعب تمكن من الناس؟ أكيد طبعا إن شاء الله ستظل، وفي معنا مسيرة بكرة الآن بنحاول أن احنا نحشد الناس بكل البنات، طبعا هم البنات لأن الرجال ما اعتقدش أنه يطلعوا في نوع من الخوف، وكمان نحن بندعو الشباب، بندعو النخوة والشجاعة والأصالة اليمنية، يعني نخوة الشعب اليمني أتمنى أنه تصحى، يعني بدل الخوف والذل والهوان، حتى أنه من حقهم أنه يخافوا، لأنه في قتل، في تعسف، في اختطاف، في اعتقالات لكل الناس، حتى على مستوى الطفل، يعني 12 سنة يفتش تلفونه أو 8 سنين بتحصل فيه صور ضد الحوثي على طول، اختطاف واعتقال، أطفال. أنا اللي بس حابين إنه ليش أمل؟ يبدو فقدنا الاتصال. أمل يحيى كانت من صنعاء وكانت تلخص لنا آخر التطورات في الوضع في صنعاء وإلى أي حد وصل الوضع والإجراءات والانتهاكات المفروضة من قبل ميليشيا. معنا اتصال آخر الأخت أم أحمد. حياكم الله. من رابطة أمهات المختطفين. أم أحمد بالنسبة لك يعني ما رأيك فيما يحدث في صنعاء؟ كيف تنظر لما يحدث وماذا تبقى؟ هل ما زال هناك مجال يعني كنتم معروف أنتم من أول من ناهض يعني وآخر من كان موجود على الساحة يناهض الميليشيا من خلال وقفات ومسيرات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن أقاربكم وأبنائكم من المعتقلين والمختطفين والمخفين قسرا، هل ما زال هناك مجال وكيف يبدو الوضع اليوم لكم في صنعاء؟ نعم بالحقيقة أولا أقول لكل أم في أو أخت عن ما يحصل في هذه الأيام
أوجاعنا من أوجاعكم، ونتمنى أن تضعوا أيديكم في أيدينا لنكون يدا واحدة ضد هذا الظلم. إن كنتم أنتم تعانون منه يعني من فترة ومن أيام وحكم هذا هذه الأشياء وحكم بهذه الأوجاع، فنحن نتحملها من 3 سنوات وما زلنا نحملها معكم، ما زلنا نحملها الطفين الذي بالسجون بأبنائكم الذي دخلوا. فنحن يعني الآن نحن كل نتوجع مع كل أم اقتحام بيتها وأخذ ابنها من بين أيديها، وسنحاول إن شاء الله أن نكون. طيب أم أحمد، الأخت أمل قبل قليل كانت تتحدث عن إجراءات جديدة تقوم بها ميليشيا الحوثي لأن داخل صنعاء ضمن ممارساتها الهمجية، ربما آخر شيء تفتيش تليفونات الناس، الدخول إلى المنازل، تفتيش النساء والأطفال. ما حقيقة ما يحدث؟ هل يمكن أن تؤكدي لنا هذه الأخبار والمعلومات؟ نعم، هذا حصل في الحي السياسي وفي حدا وفي شميلة، هناك نقاط كثيرة يتم تفتيش تلفونات النساء أو أي شخص يتم تفتيش تلفوناتهم ويتم الاعتداء على النساء أو يعني أي شيء يحمل يعني ما يدل على مقاومة أو طيب بالنسبة لكم وضع أبنائكم المختطفين والمخفين، هل لديكم أي معلومات؟ هل أنتم على تواصل؟ ما هي المعلومات الموجودة لديكم بالنسبة لوضعهم الآن بعد ما حدث في صنعاء؟ بالحقيقة بعد هذه الأحداث زادت أوجاعنا وزاد خوفنا أكثر على المختطفين الذين في السجون. فقطعت الزيارات، أغلقت الشوارع، الكثير لا يستطيع أن يزور منذ أن بدأت الأحداث حتى الآن. طيب يعني لا ندري إن كانوا أحياء أم أموات، هل يعني حصل معهم يعني من الضربة والقصف الذي حصل، ما الذي حصل معهم بداخل السجون؟ هذه أشياء كلها لا توجد لدينا أخبار عنهم. طيب أنتم كنتم يعني ربما الفئة الوحيدة المتبقية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، من كنتم تقاومونهم من خلال الفعل المدني، كنتم تخرجون في مسيرات ووقفات. الآن هل ما زال هناك مجال لهذه الوقفات؟ هل يمكن أن تخرجوا بهكذا وقفات، أم ربما حالة البطش المتزايدة والمتعاظمة من قبل الميليشيا قد تشكل أو تدفع إلى التخوف وتأجيل هذه الوقفات وعدم إحيائها مرة أخرى؟ أيديهم وبطشهم هي ليست من الآن، ولكنها طالت الذي كانوا متحالفين معهم. أما بالنسبة لنا فهم نحن كنا ملاحقون من أول يوم خرجنا، التهديد بالسلاح، منعنا أكثر من مرة من الوقفات، تم يعني تهديدنا بالحبس، هناك من احتجزوها لساعات، ولكن تتظل مسيرتنا وطريقنا حتى يخرج آخر مختطف. طيب كانت وقفاتكم ومسيرتكم تذهب نحو المنظمات الدولية العاملة في العاصمة صنعاء، هذه المنظمات الآن نتابع في الأخبار أنها تسعى لإجلاء موظفها، برأيك لماذا؟ كان أحد المتصلين معنا أشار إلى نقطة معينة أنهم ربما يريدون أن يغادروا صنعاء حتى لا يكونوا شهود على ما يحدث في صنعاء في إطار التسهيل المقدم من قبل هذه المنظمات للميليشيا. ما رأيك أنت في هذه الخطوة؟ لماذا يريدون أن يغادروا؟ بالحقيقة لا نعرف لماذا يريدوا أن يغادروا، وإنما هو يعني المنظمات نحن كنا أن نحاول أن نوصل عبرها، نحن لا نريد أن نوصل بمشادة وأن يحصل لنا يعني مع الحوثيين وأن نخاطر بحياة المختطفين. كنا نتمنى أن تكون هذه المنظمات يعني كوسيط أو نقول يعني توصل حالتهم الإنسانية، هي منظمة إنسانية، كنا نتمنى أن تصل هذه المعاناة إلى الحوثيين بأن هذه أعمال يعني سيتم محاسبتهم عليها، في يوم ما سيعاقبون عليها ولا بد لهم يراجعوا. أما الآن إذا طلقت المنظمة فهي ستكون هناك يعني حالات أكثر من الموت داخل السجون، التعذيبات، الاختطاف، يعني الوصول إلى 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 آخر درجات الظلم. أشكرك جزيلا. نتمنى أمل كثير بهذه المنظمات. حتى الآن
مطعمة يا رب لأجل هذه الحالية. أشكرك جزيلا أم أحمد، عضو رابطة المختطفين، كنت معنا من صنعاء. اتصال آخر الأخ وسيم، أهلا بك وسيم. حياك الله يا أستاذ سامي. أنا عندي نقطة توضحها لكم، أنه في الاعتداء على البيوت مش اعتداء علشان تفتيش، يدخلوا يختطفوا الرجال وأحيانا النساء. في تصفيات ممنهجة، أنا أشوف في وسائل الإعلام يقول أنهم عدموا 200 200 إيش عدموا من أمس، من قبل من يوم تصفية صالح إلى اليوم حوالي 1000 مؤتمري، ومنهم مواطنين عاديين فقط لأنه يمتلك عضوية في المؤتمر. مصادرك يا وسيم، هل على ما ينشر في وسائل التواصل؟ مصادري من الواقع، مواطنين يتراسلوا معي ومواطنات. وضع سيء. طيب برأيك لماذا سيء؟ نعم. لماذا أقدموا على خطوة حجب وسائل التواصل الاجتماعي وتبادل المعلومات داخل العاصمة صنعاء برأيك، والمناطق الخاضعة لسيطرتهم في كل اليمن؟ هي لأنه ما زالت الاتصالات والإنترنت تحت سيطرتهم للأسف. أخي العزيز، هم لا يزالون مصرين على إعادة اليمن إلى ما قبل عام 1962، هذه نقطة. النقطة الثانية، يريدون حجب صوت المواطن وكتمانه نهائيا. بالإضافة إلى هذا، هذا أعتقد أنه جريمة للشرعية أنها لم تنقل وسائل التواصل ولم تنقل الإنترنت وشبكات الإنترنت وقواعدها إلى المناطق المحررة. ثاني شيء، ما أدري إيش الصمت المهين للقبائل، ولا أدري ليش القبائل لا تزال ترفد جبهات الحوثي بأبنائها رغم معرفتها، وقد تبين لها حقيقة في الواقع أن كل من صمت أو ساعد هذه الميليشيات ستغدر به. ولذلك ندعو كل رجال القبائل إلى سحب أبنائهم أولا من الجبهات والانقضاض على العصابات السلالية بكل الطرق. لا يوجد مبرر للقبائل أنها تصمت عن كل هذه الجرائم، ولا يوجد مبرر على تأخر الشرعية، والكل يعلم أن التأخير الآن سيؤثر على معنوية الناس داخل العاصمة. نتمنى التحرك. أشكرك جزيلا وسيم. على العموم شكرا لك وسيم الوصابي من السعودية. اتصال آخر أبو أحمد، أهلا وسهلا. أهلا. كيف تنظر لما يحدث؟ ما رأيك فيما يحدث؟ ولماذا تعمد الميليشيا لهذه الأساليب في قمع الناس؟ طيب عزيزي، احنا نعرف انه الميليشيا هي عبارة عن جذور للإمامة، والإمامة هي متعودة اصلا على قمع الصوت وقمع الحريات وقمع الديمقراطية. طبعا في ظل الوضع الراهن حاليا، الميليشيا تقوم بحجب وسائل التواصل الاجتماعي، مثل ما قال أخونا الذي كان يتحدث قبل قليل، لهدف إسكات وصوت الناس، وكان أظن أنه لهم أغراض أخرى في هذا الحجب. والأهم والجدير بالذكر أخي العزيز، في هذه الفترة أي تأخير ضد في القيام بثورة على هذه الجماعة سوف يؤثر سلبا، وأعتقد سوف يؤثر بشكل كبير على تحرير المناطق وعلى تحرير اليمن منهم. كل تأخير يساعدهم في إعادة ترتيب صفوفهم، في تقوية المعنويات لدى منسوبيهم، سوف يؤثر بشكل كبير، وسوف يؤثر أيضا على كثرة عمليات القمع، على عمليات القتل وعمليات السجن وعمليات كل العمليات الإنسانية التي يمارسونها سوف تزداد بشكل أكبر. فهذه اللحظة هي أكثر لحظة يكونون فيها ضعفا، فإذا لم نستغلها وإذا لم يتحرك ذو الشأن بتصرف حاسم وتصرف قوي، لا يوجد هناك مجال للسياسة أو الحل السلمي أو الحل السياسي، لأن هذه الجماعات معبأة فكريا، مغذاها عنصريا، ولا يوجد أي مجال للتفاهم معها سياسيا أو سلميا أو في أي، يعني لا يوجد أي احتمال للتفاهم معهم. فلا بد أن يتم تجهيز القوة بأسرع وقت، وأن يتم الخوض ضمن جبهات القتال. لا يوجد حل ثالث أو حل ثاني من هذا. أشكرك جزيلا أبو أحمد، شكرا لك. اتصال آخر من السعودية الأخ محمد أبو شلال، أهلا بك أخ محمد. أهلا وسهلا. تعليقك ومشاركتك فيما يحدث في العاصمة وحالة القمع المفروضة اليوم على الناس، لماذا الميليشيا تعمد إلى هذا الأسلوب للقمع من خلال الممارسات، وآخرها ربما حجب كل مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي؟ نعم، هذا غلط
يعتبر في الجمهورية اليمنية، ولا بد من الشعب اليمني أن يتوحد ضد هذا الميليشيا، ولا في أي أحزاب يكون يد واحدة ضد الميليشيا الإيرانية المجوسية من أجل تطهير اليمن الموحد. أشكرك جزيلا أخ محمد أبو شلال، شكرا لك من السعودية. ربما لم يعد لدينا ما تبقى من وقت، نذهب لمتابعة وقراءة بعض المشاركات التي وصلتنا حول الموضوع من خلال الفيسبوك. الأخ عايش يقول: الحوثيون جماعة إرهابية سلالية كهنوتية أتت للانتقام لسيدهم حسين وليس لبناء دولة ونظام، ومصير المؤتمرين أكيد سيكون القتل والسحل والتشريد، لأن هذه الجماعة معروفة بأعمالها لجميع الناس. الأخ مصطفى يقول: تصفية شاملة لكل قيادات المؤتمر. أبو حافظ يقول: المصير حتى الآن مجهول، إذا تحركت قواعد المؤتمر سيكون هناك إعدامات، وإن وكلوا الله ورضخوا الأمر الواقع سيقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. الأخ أسامة يقول: هذه ميليشيا لا عندها لا عهد ولا ذمة ولا ميثاق ولا قانون، منهجها القتل والتدمير. أما عن مصير المختطفين، إما سيجعلوهم دروع بشرية أو سيتم التفاوض بهم، ومصير أنصار الصالح في هذه اللحظة يسعون لإعدام بعضهم أو اعتقالهم، لأن من يعارض هذه الجماعة مصيره القتل. وندعو أحرار المؤتمر إلى الانضمام للشرعية لمواصلة النضال واستعادة البلاد لهويتها الوطنية. الأخ عبد الكريم يقول: تصفيات وإعدامات بالجملة، هذه الميليشيا لا تعترف بأخلاقية الحرب ولا بإنسانية الضمير ولا بالعرف القبلية، ميليشيا نازية تجردت من كل القيم والأخلاق، وعلى كافة اليمنيين التكاتف والتلاحم لاستئصال هذا الورم الخبيث الذي ينهش بسرعة في جسد اليمن. إذن وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة. في الختام تحية طاقم البرنامج، نلتقي الأسبوع القادم في أمان الله.